مجاملات مثل ما قال حس التاريخ انسوه تمام. احنا شيء حاضر حاضر اكيد احنا على الماضي مسحناه. اقول لك عمار بس عيد الحكم ما سمعت خلاص استمتع ايش حكمته. ما علي التعبان اوريك والله والله لن تخطم والله الحكم الاول خلاص انا الحكم الاول بيحكي لا اي ما اتكلم قدامك واقف ولا اتكلم بس اسمعوا جوي ولا تضحك ولا اضحك ولا حاجه حاضر ولا حتى هيك ناصر جوي. حاضر بس العبوا عمار ما العبوا جوله العبوا جوله من احكام تمام يلا من احكام يلا يلا اكيد يا شباب باذن الله يا دمت شباب انتبهوا راح ينتقم والله هذه جوله كومنتات غاليين هذه جوله اسمها جوله طواري يعني محتاجكم يعني شير وما ادري السوالف هذه سووا كل شيء والله ياخذ حقه الجمهور راح ينتقم من عندنا ترى جعل السماعة على مود ما يسمع كيف تشيشه قوي كلكم عندي ناس الحين ما في يحكي صار صدى ترى شيل السماعات بس ما تحكي ناصر اي جوله وحده اي بن الشمر بنوره هسه شال السماعات يسمعنا ايه خلاص ناصر تسمعنا بس سوي هيجي طيب كيف تشيش كلكم ناصر الحين عندي قولي لي شغله كامل لا هيجي راح يتحمسون عمار اه والله صح ول اي ما عليك يمي كلكم تكبر قلت لها شلوني خلني موسيقى ما شعر عمار موسيقى شعر اي لان هو مجبور يعني ما يضحك زغل ولا غزل حزين دك حزن يلا دبل العين دبل يلا طيني صوت النوم بس لا تنوم الجو فتشي قوي قلت لها شلوني قلت لها شلونك قالت لي اليقظ يا مو واحد مو إله حتى ذا ما يمشي على الملل قلت لها شلونك لا اقفل خليه يخلص الدبل يقفله علاوي منور كبسه شيشه قوي عندي ناصر تمام قلت لك مو وقت الشعر اي والله جالي يا منورين يا الربع ما نخسر ها جنابي ولا شنو تيدون نخسر بنتجمر شباب راح نخسر على هذا السكور احب اقول لكم يعني كل مره الشعر مالك مو وقت الشعر الناس اي والله مو وقت الشعر لا شكرا صدقكم شكرا للقلبات والله شكرا ثانك يو عيفه طيب ولا اجل الشعر اجله بعد ما دبر راح هذا كل دامين عندي وعند ناس الحين ما فتى يحكي والله ناس راح ينتقم متحضر شباب الجوله هاي راح تجحفل وجحفل لما انت راح تحكميني صح اي راح يجحفلنا شنو تشك انت راح تحكمين مو صار بيها تشك ايدك ناصر دير بالك شو تري تسوي انت حكوميناني اكيد لمس وجهه اذا فزنا ان شاء الله عادي انا اللي ما شفت مو مشكله كاني ما شفت شباب اسرع كيف تشيش قوي شو قال؟ أنا مش مو قلنا ما تحكي باي صريك انت ليش تحكي؟ دقيقة كيف شو قوي وشيري كيف شو ديت الأسود أني يا أمي على الهندي وعلى عند ناصر والله ما قصرتون ناصر لا تضحك خوي لو لابس أصفر كان هسه مشترك بالنجمة باو على السقف لا حركة كاظم الساهر شوف نفس الصورة
بس والله وقفت كالأسد واقف. يا زينك يا زين طولك هذي أحلى ناصر بالعالم كله، أحلى من يقف والله، أحلى ابتسامة من... دي طولك بشوف ابتسامته بس. شوف 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 والله يا ريت الحياط بخيط لك جسم هذا بجداك. طبعا ناصر يعني ما اخر ثواني شكلها في جحفة. انت مو من الجحفة بس انت مو من الجحفة. لا 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 اي 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 ارحب قطرية تذبح عينك قطرية. شكرا والله شكرا. لا 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 جحفلة قطرية لذبح عينك والله وافية والله العظيم وافية. يا بعد روحي والله اترك شكلا انت جحفلت قطرية وقلوب الكل حيش يا قطرية حيش نورهان الجارية قطرية وخلود والله ما قصرتوا جميعا اللي عندي وحس عد ناصر حلاوي حيكم والله ما قصرتوا قطرية. الله ينصرك ان شاء الله مثل ما نصرتينا اليوم. ناصر اخونا وحبيبي. شوف شوف الكومنتات عندي كلها كلها جحفلة مزح. يا الربع يا الربع الكومنتات كلها عندي جحفلة فلازم جولتين وانتم تعرفون القانون اذا جحفلة جولتين. هاي الجولة هاي الجولة عاد جائز فيها كل شيء. لا 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 قلنا اذا في جحفلة تصير جولتين. لا ماكو جحفلة عادي هاي الجولة الثالثة عادي. شلون الجولة الثالثة؟ لا انت حكم قطرية. يا اخي لحظة انت ما حكمت البنت انها تحط البايو. اي هاي جولتين الحكم مال هاي الجولة الثالثة خلصنا حلو. اي الحين لعبنا جولتين. اي يلا واحدة انا كنت واقف الحين والحين موجود. لا قال جولة قلنا واحدة. انت قلت جولة والله ناصر. انت جحفلت اول. تريد نلعب جولة و لا هي نحكمك ونلعب جولة. والله اللي عندي يكتبون جحفلة. اللي عندك هم جحفلة وآخر 10 ثواني قاعد نزلهم 40,000. طيب يلا أحكامك. شنو أحكامك؟ ولا تزعل يلا. عمار أحكامك. بس تكفى خف على البنت حس تكفى. يلا عمار. أنا شايفة شلون تحكي قصص. مرة حلوة. يلا يلا خلي دمها تتنفذ انا اخر شيء. انت سي راح تحكم ناصر لو تحكم ديمت. والله العظيم يا جماعه ناصر قولوا لا اله الا الله انتم ها تحكم ناصر النور. حس يا قساوة قلبك يا عمار ابو قلب القاسي. حس لا حس بيصير مره ثانيه. لا لا حس لا 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 شو اسمه. والله اللي عندي في الكومنتات كلهم والله العظيم جحفلة جولة. وانت كيفكم تبي تحكمون احكم دمت عادي جحفلة. اسمعني بس تبي تسألك سؤال ناصر. احكم عليش دمت. تبي تحكمون بننفذ اللي تبونه. اسألك سؤال. تفضل. ايش قد صار لعرفك وانت ايش قد صار لنا نعرف بعض. حلو. ايش قد صار لنا في 3 شهور مو تمام شهرين يمكن تمام شهرين و16 يوم. حلو. من ذن 16 يوم انت بعمرك ما فايز علينا طناقه كله جحفله. شلون يعني؟ ننزل 300,000 لانك جحفلت واخذتها. لا ننزل 100,000 لانك جحفلت واخذتها. لا لا والله ظلمتني والله ظلمتني. لا تكسر قلبه ما اقدر والله العلي العظيم ظلمتني والله ما نجح والله ناصر والله لا هم مرات كان لا لا بس لا لا الحين اوكي طيب يلا وش احكامك؟ والله لو بيدي يا لا انا عمار يحكم لي ايش تبي انت؟ انت احكم مو بيدي ليش اقول لك انا ما اقدر لا شوف حقكم وهذه جوله عادي عمار يلا ناصر بيتين شعر حلو ارتجالي حلو تمام حكم الثاني تلبس اصفر لازم حلو حكم الثالث قوي عمود يلبس اصفر قوي انت تلبس اصفر الثالث تغني اغنية كاظم اي عفي عفي عمار ايش قصتكم مع الاصفر انتم اليوم؟
عبدي عماري والله الحل لايق عليه والله عمان ناصر بس مال ناصر بس مال مال انت لابس اصفر وانا ما شفته والله ما يصير ايش دخلك انت ما تشوفه ما شفتك من لابس اصفر زين سؤال اوكي انا خليني اجيب الكوفي برا بس سؤال سؤال بسالكم سؤال او كيف اصارحكم انه الاصفر من ذاك اليوم والدنيا واكسبلور قطيته يعني خوي بجي بخلى ضيفك هدية من راضي مو الهدية صارت مضرة يا استاذ ناصر حبيبي بس البس البس اخلى ضيفك وين 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 حطيته بالله ناصر قطيته ديمت ناصر حكم الأول حبيبي إذا أنت ربحت راح تحكم علينا مفرحة وقسما بالله يا عمو وعلي الحرام يا حكم الأول قصة قصة شفت هذا اللي يقول قصة قصة حكم الثاني أخليه يعتزل التيك توك حكم الثاني شعر شيزمي ما في كير لهير بسرعة تكفى نفسيتي بالأرض بسرعة الحكم الثالث مارك الليلي شنو كيرلي هير يوك لا الحكم الثالث نو كيرلي سكنت يوك كنت تتكلم انجليزي تركي كل شيء باي الحكم الثالث تقف شو تقولين الحكم الثالث تقولين بتوقيت العراق 10 مرات شو اقول بتوقيت العراق 10 مرات بتوقيت العراق 10 سريع أبتوكيت العرق أبتوكيت العرق أبتوكيت العرق أبتوكيت العرق أبتوكيت العرق عراق أبتوكيت العرق أبتوكيت كافي قال قهر قهر توقيت سوريا أبتوكيت ال ها بس قفيلي توقيت سوريا 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 يا عمي عمار ذكرني بأحكامك قلنا بيت إن شعر ارتجالي حلو. وتلبس أصفر وتغني الكاظم ممكن أقول شيء ها أنا الحين أقفل لازم أقفل اللايف عاد أنزل ليش خير وضداري تمترني انتم تفتحون نفس الايباد يعني لا نروح ستاربكس زين جوله واحده ممكن يلا اتفوتني والله ما علي احساس طيب عمار ايش احكامك كاظم الساهر وبيتين ارتجاليه وبعد اصفر نعم زين غير الاصفر كل ما عندي اخضر عندي اخضر اخضر عادي ما يعني ايش دخلك انت عمار يحكمني عمار الاخضر نفس الواتساب عادي لا الاصفر اصفر والله كانت حلوه ناصر وش هي الاصفر ايه اقوم انا البس وياك عمار عندي اصفر ها يا اخي صار انا بدي اسوي لك واحد عندي اصفر البس ويا اذا انت تلبس اصفر البس اي لون ثاني بالدنيا بس ما البس معك الطقم اللي ما ابيه بالحياه لا عاد ايش لابس اسود زين تم عمار البس الاخضر لا الاصفر الاصفر قطيته عمار والله قطيته زتيت الأصفر زتيته إيه دمت يقول زت هل تصدقين إنه هو ذب الأصفر ولا لا دمت شنو أصدق على ناصر يقول أنا أصدق والله أنا تصدقيني أنا صح إيه والله راما راما صح بس والله حرام لازم تشتري مرة ثانية كان حلو والله إيه شفت ناصر إننا لله الأصفر يخبر يا هالأصفر هذا